بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التحليلية التي سنحلل فيها ما حدث للرئيس الإيراني ولطائرته. الحلقتين الماضيتين كانت حلقات عاجلة، تحدثنا فيها عن أهم الأنباء وإيش اللي بيحصل على الأرض. أما الآن تعالوا نتكلم برواق ونفهم ما الذي حدث للرئيس الإيراني، وما هي السيناريوهات المحتملة، وهل سيتم إيجاد حي أم لا، إذا كانت عملية اغتيال من المتورطين، ولماذا الآن تم إعلان حالة الطوارئ وبدأت قوات الأمن تنتشر في الشوارع الإيرانية. اعملوا لنا لايك أحبائي، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله أجري وأجركم، ونبدأ على بركة الله. وتعال أحكي لك، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أصدقائي. هتسألني هل سيتم إيجاد الرئيس إبراهيم رئيسي على قيد الحياة؟ أنا باعتقادي المسألة انتهت خلاص، المسألة من الواضح 90%، أنا قناعتي 100% في رأيي المتواضع إنها انتهت. إبراهيم رئيسي في ذمة الله. يا جماعة، نحن نتحدث الآن عن مرور 10 إلى 11 ساعة من عمليات البحث عن مروحيته. نحن هنا لا نتحدث عن لاعب كرة أو عن مغنية أو عن فنان طاحت طائرته بدوره، احنا نتحدث عن رئيس دولة، ودولة يفترض أنها تقريبا في حالة حرب. كيف يمكن لطائرة الرئيس أن تختفي؟ كيف يمكن لموكب مكون من 3 مروحيات، مروحية في الخلف وأخرى في الأمام ومروحية الرئيس في النص، أن تنفصل هذه المروحية عن الموكب، يصل الموكب وطائرة الرئيس تختفي ولا تصل؟ طيب تعالوا نبدأ نحلل الأحداث واحدة واحدة. بداية، اللي خرجت تصريحات أولية بتقول لك، طبعا ليست من جهات رسمية وإنما من محللين كبار، بيقول لك إنه تحطم الطائرة أو سقوطها بسبب إنها قديمة، وإنه إيران لا تمتلك قطع غيار، قطع الصيانة لها بسبب الحصار الأمريكي. هذا الكلام غير منطقي أصلاً. نحن هنا لا نتحدث عن طائرة استكشافية، نحن نتحدث عن طائرة الرئيس، وإيران لديها حلفاء. الرئيس الصيني هيدلع الرئيس الإيراني، الرئيس الروسي هيعطيه طائرة، هيعطيه كل القطع اللي هو محتاجها. ففكرة انه الرئيس الإيراني كان بيطير بطائرة هليكوبتر تعبانة وقديمة وخربانة وما فيهاش قطع غيار بسبب الحصار الأمريكي، الكلام هذا غير منطقي أصلا. هذا رئيس دولة، واحدة من أقوى الدول الفاعلة، لاعب رئيسي في المنطقة، ولديها تحالفات كبرى مع الصين وكوريا ومع روسيا والعديد من الدول الأخرى. الفكرة هنا لا تستقيم. أما النقطة الثانية، أنه خرجت تصريحات نقدر نعتبرها رسمية بتقول لك أنه لا شهود أو لا إفادات على حدوث انفجار على الأرض أو في السماء أو معالم حريق، انه ما في احد بلغ انه رأى حريق او رأى انفجار او سمع انفجار. انتوا عن ايش بتتكلموا؟ انتوا بتتكلموا عن منطقة نائية، منطقة حدودية عبارة عن غابات كثيفة وعبارة عن مناطق جبلية وعرة، فرق الانقاذ مش عارفة تتحرك فيها، علما انه خرجت اخبار انه 3 من فرق الانقاذ انقطع الاتصال بهم، هم نفسهم ضاعوا. لاحقا تم نفي هذه الاخبار، وحتى الان المعلومات متضاربة هنا ايضا. فمين الشاهد اللي في المنطقة اللي هيبلغ عن هذا الشيء؟ احنا ما بنتكلمش عن طائرة بوينغ عملاقة، نحن نتكلم عن مروحية صغيرة. الأخبار اللي خرجت، أو بالأصح المصطلح الذي استخدم، هو هبوط عنيف. هبوط عنيف هذا المصطلح في عالم الطيران يرمز إلى الارتطام، ليس هبوط اضطراري، وإنما استخدموا لفظ هبوط اضطراري، يعني هبط اضطراريا. بيقول لك هبوط عنيف، هبوط عنيف هذا المصطلح في عالم الطيران معناه ارتطام بالأرض، أن الطائرة سقطت فعليا على الأرض. السؤال المهم هنا هو كيف حتى الآن لم يتم تحديد موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني؟ هذا رئيس دولة، هذه طائرة رئيس دولة، يعني يفترض أنها في حالة حرب، يعني مزودة بكل الأجهزة والتقنيات وأجهزة الاتصالات والرادارات التي تجعلها مرصودة بشكل مستمر من الاستخبارات الإيرانية. كيف يمكن أن تختفي؟ وين آخر مكان اختفت فيه الإشارة؟ الأقمار الصناعية، القوات الفضائية الإيرانية، ما معاهم مركز القوة الفضائية الإيرانية، يعني يفترض أن الطائرة هذه مرصودة من الأقمار الصناعية، الجي بي إس، من الرادارات، من كل شيء. وين النقطة اللي اختفت فيها؟
النقطة اللي اختفت من الرادار إذا كانت مرصودة يفترض إنه طائرات البحث تتجه مباشرة إلى هذه الإحداثيات على الرادار. وهناك معنا احتمالين، إما إنه الطائرة اختفت من الرادار وهي في الجو، وهذا معناه إنها حلقت لمسافة أخرى قبل الارتطام فدائرة البحث تتسع قليلا، وهذا غير منطقي أصلا إنها تختفي في الجو إلا إذا تم تفجيرها في الجو. أما إذا الطائرة ارتطمت وانفجرت على الأرض فهذا معناه إنه يمكن تحديد موقعها بدقة، على الأقل في مساحة بحث صغيرة يمكن إيجاد الطائرة خلال 30 دقيقة أو ساعة. البعض هيقول لك لا يا عم ايمن هذا ما بيحصلش، في طائرات بيبحثوا عنها اشهر. يا جماعه هذه طائره رئيس دوله، يعني يفترض انها مرصوده من المخابرات ومن الرادارات العسكريه طوال الوقت. هذه مش طياره مدنيه في اجواء دوله بتحلق الاف الطائرات المدنيه، معني بها الرادارات المدنيه. هذه طائره رئيس دوله وسقطت داخل ارض دولته. هل هذا فشل استخبارات إيراني؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولكن أعتقد أنه القصة أكبر من كذا بكثير. وعشان نفهم يبقى يجب أن نذهب إلى السيناريوهات. ما هي سيناريوهات تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟ السيناريو الأول أنه حادث طبيعي، هذا الطبيعي سوء أحوال جوية وسقطت الطائرة، وهذا الكلام غير منطقي. منطقي أنه تسقط طائرة هيلوكوبتر بسبب سوء الأحوال الجوية، المش منطقي أنه ينفصل بقية الموكب عنها. أنه طائرة الرئيس الدولة هتطيح ومعاه طائرتين هتكمل طريقة، كانت هتهبط معاه، هتهبط في نفس الموقع هذا رئيس الدولة، ما الموكب هذا فيه أفراد حراسات أيضا. فهذا السيناريو الأول، وممكن نتفاجأ في النهاية أنه هو اللي حصل. السيناريو الثاني وأنا أعتقد أنه الأقرب إلى الصواب، وهو تهكير الطائرة. هناك احتمال كبير أن يكون هذا جزء من حرب سيبرانية، وتم التشويش على الطائرة والتحكم بأجهزتها الإلكترونية عن بعد، وبالتالي تم توجيهها في مسار تصادمي بالأرض. هذا احتمال كبير. هل احتمالية تهكير الطائرات شيء صعب؟ يؤسفني أقول لك أنه هذا شيء يعني في العلم الحالي صار سهل والجميع يتحدث عنه، وكان هناك العديد من المحاولات للسيطرة على الطائرات، بل الطائرة الماليزية اللي مختفية لليوم من عدة سنوات الأخبار كلها تتحدث أنه تم تهكيرها، شخص هكر الطائرة هجوم سبراني وتحكم بها وشخص عادي، فما بالك بلما يكون أجهزة استخبارات عالمية قامت بتهكير الطائرة. هذا هو الاحتمال. إذا كان اغتيال، حتى الآن أنا ما ودي أقول اغتيال ولا حتى يعني يخرج هذا الكلام من المخابرات الإيرانية، وحتى إذا كان اغتيال هل ستصرح إيران؟ هنجيكم في المحور التالي. إذن احتمالية تهكير الطائرة احتمالية كبيرة جدا وواردة. أما احتمالية السيناريو الثالث أنه وضعت قنبلة على متن الطائرة، هل هذا يمكن؟ الاحتمال هنا صعب، لأنه إذا فعلا كان هناك قنبلة داخل الطائرة فهذا معناه إما أنه خيانة من الداخل وأنا أستبعد هذا الشيء، أو أنه عملتها أذربيجان أو قوات تبع الفريق ألف كانت بين الأذربيجانيين اللي شاركوا الرئيس الإيراني في الافتتاح. أيضا هذه الاحتمالية ضعيفة حتى الآن، ولا دلالات على وجود انفجار حتى الآن. دلالة عدم وجود انفجار يجعلني أرجح يعني إما حادث طبيعي وأستبعده كمنطق، أو عملية تهكير الطائرة. طيب هل تم استهدافها بصاروخ؟ إذا وجد هيكل الطائرة وتم تحديد هذا الشيء إنه الهيكل يثبت وجود متفجرات عليه، وهذا سهل على المحمل الجنائي، المعمل يثبتها، مش حتى المعمل الجنائي، أي كلب بوليسي مدرب على اكتشاف المتفجرات هيحددها مباشرة على متن الطائرة. ولو كانت حبة رماد من المواد المتفجرة، ما بالك صاروخ ارتطم بالطائرة. ممكن في الحقيقة الكثير من المعلومات بتقول لك انه تواجد المواد تبع الفريق ألف على الحدود الأذربيجانية الإيرانية مكثف هناك، والدليل على ذلك انه أذربيجان هي الحليف الأول للكيان، هي أول حليف يعني أكبر حليف للفريق ألف، العلاقة بينهم علاقة حبية وردية كذا. فالمنطقة الحدودية هو كان منطقة الحدود، هل كان هناك عملية اغتيال مخطط لها وتواجدت قوات أو فرق معينة من الفريق ألف في المنطقة ضربت الطائرة بصاروخ أو قامت بتهكيرها؟ لا أريد أن أستبق الأحداث يعني حتى تخرج من الجانب الإيراني نفسه. طيب السؤال المهم، إذا بالفعل تم إيجاد الطائرة وإنه الرئيس رئيسي إبراهيم رئيسي فارق الحياة
ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان فارق الحياة. وبالفعل التحليلات أثبتت أنه هذه عملية اغتيال. هل ستعلن إيران ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك. السياسة التاريخ بيقول لك أنها لن تعلن، لو أعلنت فهذا معناه دخول حرب، انتهينا. لا يوجد مخارج أمام إيران سوى الدخول في حرب إقليمية كبرى تتحول، هي حرب إقليمية يعني حرب عالمية. طيب السؤال، هل إحنا على مشارف حرب عالمية ثالثة؟ في الحقيقة يوسفني أقول لك إنه إحنا فعلا في الحرب العالمية الثالثة، علما إنه الاغتيالات هي كانت السبب الرئيسي في اشتعال الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية أيضا بدأت باغتيالات. والبعض قد لا يفهم هنا، إذا أثبت إنه هذا اغتيال، وأنا حتى الآن لا أؤكد، الجانب الإيراني هو المعني، إذا كان هذا اغتيال البعض لا يدرك ما مدى خطورة هذا الحدث. اغتيال رئيس دولة، ومش أي دولة، بل دولة لاعب رئيسي في كل يعني الأحداث الساخنة اللي بتحصل في المنطقة في جزء كبير ومهم من العالم. فالموضوع كبير جدا، متى آخر مرة سمعت عن اغتيال رئيس تحصل؟ ولكن داخليا من المعارضة ضربة رصاصة كذا ضربة، لكن دولة تقوم باغتيال رئيس دولة أخرى، لا يوجد بينهم حرب معلنة كإعلان حرب رسمي بينهم، في حرب الظل لكن كإعلان حرب رسمي خلاص. يعني هذا الحدث اللي حاصل اليوم ستكون له تداعيات هائلة. الأخبار اللي بتخرج الآن إنه قبل دقيقة من الصعود يعني على الاستوديو عشان نصور، ولم أتأكد يعني من مصدر المعلومات، بتقول لك إنه بالفعل تم إعلان حالة الطوارئ في إيران، وإنه قوات الأمن بدأت تنتشر في الشوارع. هناك استعداد لحدث كبير إذا فعلا ثبت إنه حسين رئيسي يعني لقي نحبه. إذا نحن أمام مشهد كبير من التغيرات السياسية. البعض يقول لك إنه السياسة الإيرانية هتتغير أو هتنهار، أنا أحب أقول لك لا، إيران دولة مؤسسات أصلا فعليا، تحب تكره مش موضوع، أنا لا بحب ولا بكره، أنا بشرح لك الأحداث. إيران دولة مؤسسات فلن يتغير الكثير، ولكن هيكون في فترة انتقالية. النائب الأول الرئيس يعني هيمسك الحكم حتى انتخابات عاجلة، هذا هيقلب المشهد يعني مش بالطريقة الكبيرة اللي تهيأ لك، ولكن هيكون يعني في إعادة ترتيب للبيت الداخلي الإيراني. لا نستبق الأحداث أصدقائي، دعونا ننتظر ونرى ما الذي سيستجد الخطر. الخبر هذا كبير، أنا لا أريد إنه هذا الخبر يلهينا عن ما يحدث في القطاع والليلة هذه، ولكن الخبر هام جدا لا يمكن التغاضي عنه، خصوصا أنه حتى الآن لم يتم إيجاد طائرة الرئيس أو الرئيس أو وزير الخارجية الإيراني أو المسؤولين اللي كانوا على متن الطائرة، ولم يتم تحديد إيش اللي حصل أصلا. الأحداث كبيرة، إحنا متابعين هذه الأخبار كل أصدقائي، كثرنا عليكم فيديوهات اليوم، الأخبار متسارعة وهامة، قد نعود لكم بفيديو آخر الليلة أو اليوم بعد نص الليل، هنشوف إيش اللي يحصل حتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعا.